نقرأ العناوين العالمية أولا. نبدأ مع صحيفة رأي اليوم. رايت ويتش: استخدام إسرائيل القوة القاتلة المتكررة ضد متظاهرين فلسطينيين بغزة قد يرقى لجرائم الحرب. منذ أكثر من 30 مارس الماضي يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل ضمن المشاركة في مسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 48 عام النكبة، فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة. وإلى قضية الخصمان اللذان يتحابان الآن. روسيا اليوم جاء فيها ترامب يعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية. وفي عودة إلى رأي اليوم ولكن في هذا السياق، الزعيم الكوري الشمالي كيم دعا ترامب لزيارة بوينغيانغ خلال القمة التاريخية في سنغافورة وبعد التحول الجذري في العلاقات الثنائية. ونشرت صحيفة رسمية كورية على اليوم الأربعاء صباحا على صفحتها الأولى صور المصافحة التاريخية بين ترامب وكيم أمام صف من الأعلام الأمريكية وكوريا الشمالية، وعنونت: لقاء القرن يفتح عهدا جديدا في تاريخ العلاقات بين البلدين العدوين. أما في وكالة الأناضول، ترامب يبشر بالتاريخ الجديد مع كوريا الشمالية، وأكد الرئيس الأمريكي أن كيم تعهد أيضا بتدمير مواقع الصواريخ الباليستية التي كانت تستخدم لإجراء التجارب النووية. وقدم ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي لاتخاذ الخطوات الأولى باتجاه مستقبل مشرق لشعبه، وأشار إلى أن تغييرا حقيقيا يكمن أو يمكن أن يحدث. من جهة أخرى وعكس هذه العناوين تقريبا، من وجهة نظر بعض الأمريكيين، جاء في السي إن إن: تعهد التعهد ترامب بوقف التدريبات العسكرية الاستفزازية يثير القلق والارتباك في واشنطن. المخاوف هي من أن ترامب قد قدم تنازلا كبيرا في قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون الحصول على أي شيء صلب كما وصفت السي إن إن. وأخيرا مع قناة رويترز: أمريكا تستلهم من سياج حدودي بين إسرائيل ومصر أفكارا لجدارها مع المكسيك.